بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. اللهم هيا لنا من أمرنا رشدا، فإنك أنت غادر على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، نحييكم ونجدد لكم التحية واللغة في صباحية هذا اليوم، يوم السبت الموافق 10 من شهر 2 لعام 2024، من هنا من أرضية هذا الميدان، من ميدان سيف العرب، أحد الأفرع والأذرع التابعة لميدان المرموم الشهير، ضمن تحدياتنا في هذا اليوم وضمن انطلاقاتنا التي تحظى بتوجيهات سامية من مقام حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والمتابعة من أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتشجيع الدائم ياتي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راعي رياضاتنا دائما في إمارة دبي ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. هكذا أيها الأخوة الكرام ينطلق الشوط الأول الرئيسي للإفكار، اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. نرحب بكل الحضور وبكل المتابعين لانطلاقات رياضاتنا في صباح هذا اليوم. نسير على البركة مع انطلاقة أول الأشواط، ونسير إلى المقدمة إلى المركز الأول وفي الصدارة الأولى من حافل هجن الرياسة، وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي يقودها في عملية التضمير والتدريب، بينما ننتقل إلى المركز الثاني ليرى القادمة هنا حشيمة عبد الله بن حمد بن عمران الاكتبي، بينما ننتقل الى المركز الثالث والواصلة هنا الشايبة سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي يتحرك الى المركز الثالث، بينما ننتقل الى المركز الرابع القادمة هلان والمنطلق ايها الاخوة المعذرة لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري يتحرك الى المركز الرابع، بينما ننتقل إلى المركز الخامس ليرى القادمة في هذه اللحظة أوصلت سودة محمد بن راشد بن محمد النعيمي. المركز السادس اللي واصله شمايل عمر بن مبارك بالجافلة الحميري يتحرك إلى المركز السادس في هذه اللحظة، بينما بالمركز السابع وبالمركز السابع وصلت في هذه اللحظة المنطلقة براقة ابراهيم بن عبد الله القمزي على مستوى المركز السابع، بينما القادمة الى المركز الثامن وفي ثامن المراكز هذه الانصبة حسن بن سلطان بن ناصر الجفال النعيمي مع ثامن المراكز، بينما في المركز التاسع هذه الظبي مظفر بن محمد بن خموشة العامري، وعاشرا من وصلت الى المركز العاشر كم رقمها هذه 36 يا الليبي ركز لي عليها، من تقدمت الان وديمة نواب بن نوح بن احمد البلوشي. هكذا هي النتيجة أيها الأخوة الكرام مع العشر المراكز الأولى، أو فينا لمسامعكم هذه الأسماء هذه الشعارات التي تبحث عن الإنجاز في أول أشواطنا في هذا اليوم مع رحلة 5 كيلومترات هي المسافة المقررة لسن اللقاية في هذا اليوم، معركة ما قبل الختاميات ما قبل
لمهرجانات الموسم بالفعل أو ختاميات هذا الموسم. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى منحاف، منحاف اللي على المقدمة، منحاف اللي على الصدارة الأولى. هذه منحاف لهجن الرياسة وسهيل بن حمد بن دري. الفلاح يقودها في عملية التدمير، يراقبها مع هذه الانطلاقة بينما تسللت الآن وتحركت في هذه الانطلاقة. هادي حشيمة عبد الله بن حمد بن عمران الاكتبي، المركز الثالث، وصلت شمايل عمر بن مبارك بالجاف للحميري، ياتي مع المركز الثالث. المركز الرابع راغب، هناك ايضا الشايبة سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي، يتقدم الشاعر، يتقدم هنا هذا البطل العملاق. المركز الخامس القادمة سودة محمد بن راشد بن محمد النعيمي، وهو يا ضبا اوصل الضبا، واول نداء لضبا، وصل ابو سلطان، وصل ممثل جميره محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وصل في هذه الانطلاقه. وصلت الاسامي من كل في عميق القادمه للمشاركه في انطلاقاتنا في هذا اليوم، في هذه التحديات. 1200 عن خط النهاية، 1200 الشوط وين؟ الشوط وين؟ التحدي وين؟ الإثارة ما شاء الله وتبارك الله على هذه الانطلاقة. ولكن هنا في الصدارة الأولى شمايل عمر بن مبارك بالجافلة الحميري، ومنحاف لهجن الرياسة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث صبا لحسن بن سلطان بن ناصر النعيمي، وهناك ذبا بل محمد بن سلطان بن رشيد. يلا يا بن رشيد، يلا يا متابعين الاعزاء. الشوط الاول مزته غير حساس، يجمع نقوة ابكار ما شاء الله وتبارك الله. الله 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 الله. شمايل شمايل بالجافلة وضبا ضبا ضبا ضبا، من وين يتره الضبي؟ من وين يتره الضبي؟ ما شاء الله ما شاء الله. ولكن تحركت الآن، تحركت هنا المهرة. سالم بن سعيد، سالم بن سعيد بن كاسب يقدم لنا المهرة، يقدم لنا المهرة اللي تسللت الآن وضبا لمحمد بن سلطان بن رشيد. ولكن المهرة، المهرة مهرة مهرة في هذا الصباح. ما شاء الله يا هذه الفتاة، ما شاء الله يا هذه النوعية الجميلة، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء الكبير اللي تقدم لنا المهرة. المهرة تنتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لسالم بن سعيد بن كاسم المسافري على هذا الفوز والانتصار، بينما في المركز الثاني ضبال محمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث وصلت صبا لحسن بن سلطان الجفالي النعيمي. هذه هي النتيجة أيها الأخوة الكرام للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 7:32. تهانينا والناموس لبن كاسب، تهانينا لجميع الفائزين.